تخيل أن سماء الليل أضاءت فجأة مع وميض ساطع، وظهرت كرة مشتعلة في السماء تضيء سطح الأرض كما تفعل الشمس أثناء النهار. لكن الشمس ليست في السماء الآن، لذا فهي لا يمكن أن تكون كذلك. أنت متأكد من ذلك؟ أنت لا تسمع زئير الصدمات ولا أي طقطقة في الغلاف الجوي، فقط نباح الكلاب التي تستشعر قبل أن يفعل أي إنسان أن هناك شيء رهيب. هل هو نيزك؟ ضربة صاروخية؟ تغير الأقطاب المغناطيسية؟ نقل الأضواء الشمالية إلى خط العرض لدينا؟ يقوم الدماغ بفرز الخيارات بشكل سريع، ولكن هناك شيء واحد واضح: هذه كارثة على نطاق كوكبي. ماذا أفعل؟ يقرر الشخص أن يخرج بعيداً عن المباني الشاهقة خوفاً من الدمار. شخص ما عبر الشارع ينزل إلى الطابق السفلي حيث يشعر بالأمان. يحاول الكثير من الناس أن يتذكر مكان أقرب ملجأ من القنابل. في حيرة تنضم أنت إلى أولئك الذين خرجوا على السطح، يشاهدون الكرة المشتعلة في السماء. ثم يدرك الجميع أن كرة النار التي تنبض في السماء وتغمر المدينة الليلية بالنور وتغرس فيها رعب المجهول هو كل ما تبقى من قمرنا. هذا هو فريد فورد، أكبر فوهة تصادم على الأرض، قطرها من 250 إلى 300 كيلومتر. تتشكل هذه الثقوب العملاقة بسبب سقوط النيازك والكويكبات التي يبلغ قطرها أكثر من 10 كيلومترات، والتي تسقط بانتظام على الأرض. هناك احتمال أن يتم تدمير أي كوكب بسبب الطاقة الهائلة لهذه الأجسام الكونية العملاقة. ولكن ماذا لو كان هذا المعتدي المهاجم أصغر بكثير؟ على سبيل المثال، أصغر بمئات الآلاف من المرات. دعنا نرى ما إذا كان من الممكن تدمير كوكب صغير صلب أو قمر صناعي من خلال ضربه بجسم صغير بحجم وكتلة كرة الجولف. عندما ننظر إلى سطح القمر نرى أنه مليء بالندوب بفوهات صغيرة، وفي أحيان نادرة حفر كبيرة. هذه هي عواقب هجمات النيازك، لأن القمر ليس له غلافه الجوي الوقائي. لذلك فإن الأجسام الفضائية التي تهاجم سطح القمر بسرعة عالية لا تسخن ولا تنهار من الاحتكاك، بل تصل إلى السطح وهي محفوظة تماماً. تبلغ السرعة القصوى المسجلة لهذه النيازك حوالي 70 كيلومترا في الثانية. بالطبع لأسباب مختلفة لا يمكننا تسريع كرة الجولف كثيرا، تتجاوز هذه السرعة سرعة الهروب، مما يسمح لك بمغادرة النظام الشمسي إلى الأبد والدخول إلى الفضاء الحر. لكن يمكننا أن نفترض أن مثل هذه الكرة المفقودة يمكن أن تأتي نحونا من بعيد، مثل مذنب من سحابة أورت. إذا اصطدمت كرة الجولف بسطح القمر بهذه السرعة فلن يحدث شيء رهيب، سوف تخترق تربة القمر إلى عمق يزيد قليلاً عن متر، ثم تنفجر وتنتشر عدة أطنان من الصخور حوله. في غياب الغلاف الجوي لن تبقى حتى سحابة من الغبار. طاقة الاصطدام في هذه الحالة ستكون فقط حوالي 112 ميجا جول، والتي يمكن مقارنتها بانفجار 225 كيلوغراما من مادة TNT. لن تترك هذه الحادثة سوى حفرة أخرى على سطح القمر، والتي لن تختلف بأي شكل من الأشكال عن تلك المجاورة، ولن يشعر قمرنا الصناعي بهذه الصدمة الصغيرة. لكن ماذا لو زدنا هذه السرعة؟ على سبيل المثال 300 مرة. لا نعرف من أين يمكن أن تطلق مثل هذه الكرة. ما إذا كانت قد انطلقت من ثقب أسود جنبا إلى جنب مع إشعاع هوكينج؟ أو ما إذا كانت تحلق على هذا النحو لمدة 12 مليار سنة منذ الانفجار العظيم؟ تلتهم الفضاء والوقت في طريقها. لكننا سنكتشف ما يمكن أن تفعله في كوكبنا. 21 ألف كيلومتر في الثانية، 7% من سرعة الضوء. مثل هذه الكرة ستضرب سطح القمر بقوة هائلة تساوي انفجار في ناكازاكي، وتصنع فوهة بقطر كيلومتر واحد وعمق يصل إلى 100 متر.
نعم، القمر ليس غريباً على مثل هذه التصرفات الغريبة للضيوف من الفضاء السحيق على جانبه الخلفي. دائماً ما يكون مخفياً عن مراقب القمر من الأرض، حتى إن هناك حفرة أثرية قديمة يصل قطرها إلى 2500 كيلومتر. إنها أكبر فوهة تصادم في النظام الشمسي بأكمله. لذا فإن كرة الجولف لا تستطيع تدمير القمر على الرغم من كل افتراضاتنا، لكننا لن نستسلم بهذه السهولة. أقترح رفع السرعة إلى سرعة الضوء. في الواقع هناك مشكلة بالطبع، فقط الجسيمات ذات الكتلة الصفرية يمكنها الوصول إلى سرعة الضوء، ومن الواضح أن كرتنا ليست واحدة منها، وكلما اقتربت سرعتها من سرعة الضوء زادت كتلتها وفقاً لقوانين ميكانيكا النسبية، وزادت طاقتها حتى اللانهائية. عند 99.99% من سرعة الضوء ستتجاوز الطاقة الحركية للكرة 60 ميجاتون، أقوى من قنبلة القيصر السوفيتي التي تسببت في أكبر انفجار نووي في التاريخ في عام 1961. سيكون علماء الأرض قادرين على رصد زلزال قمري قوي وفوهة بركان ضخمة جديدة، ولكن بالطبع لن يتم تدمير القمر أو تمزقه بسبب مثل هذا الانفجار. حتى هذه السرعة لا تكفي لتدمير القمر. دعونا نضيف المزيد من التسعات. إذن الطاقة الحركية لكرة الجولف ستتجاوز طاقة انفجار 7 مليارات طن من مكافئ مادة TNT، وهو ما يعادل مجموعة الترسانات النووية في العالم. سوف تغطي القمر موجة حريق وتنقسم القشرة القمرية، ويتم إلقاء الحديد الأحمر الساخن من قلب القمر على سطحه. في اليوم التالي يمكن أن يصل طيار من الشهب إلى الأرض ويحترق في غلافنا الجوي، لكن القمر لن يتم القضاء عليه أو تدميره بمثل هذا الانفجار. إذا كنا لا نزال نرغب في مواصلة السعي لتحقيق سرعة الضوء وتسريع الكرة لدينا مراراً وتكراراً، حسناً، فسنضطر جميعاً إلى الموافقة على كسر قوانين الفيزياء. واليوم لا أحد يعرف كيفية تسريعها إلى سرعة الضوء، لكن يمكننا أن نفترض هنا أنه من الواضح أنه لا يخلو من المادة المضادة. انسى أمر كرة الجولف التي يبلغ وزنها 46 جراماً، لأنه الآن على الرغم من صغر حجمها هي وحش مرعب ذو كتلة لا نهائية، ونتيجة لذلك طاقة لا نهائية. إنه يطير عبر الكون ولا يبالي بالعقبات. تخترق الكرة مجموعة من المجرات والثقوب السوداء وتدمر كل شيء في طريقها، ويمكن تتبع مسارها من خلال موجات متباينة من إشعاع الطاقة وسحب البلازما المحترقة. ليس عليك أن تكون عالماً لتتخيل أن قمرنا القديم يدمر. بالطبع لن يرى أحد كرة الجولف الخاصة بنا من خلال التلسكوب، ولن يكون قادراً على اكتشاف نهجها باستخدام الأدوات الفلكية. كل شيء سيحدث بسرعة كبيرة، بحيث لن يكون لدى قمرنا الصناعي الوقت للرد على قوة الجاذبية الهائلة التي لا تضاهي هذا الجسم. كرة من الطاقة كانت حتى وقت قريب كرة جولف ستذيب القشرة القمرية على الفور عند نقطة الاصطدام على عمق يزيد عن 1500 كيلومتر. في ثانية واحدة سيصل عمق التأثير إلى قلب القمر ويتمزق، وسيتم التخلص من اللب السائل والصخور المنصهرة بسبب الانفجار، وتنتشر حول النقطة التي كان القمر فيها في يوم من الأيام. لكن هذا ليس كل شيء. ستكون طاقة الاصطدام كبيرة لدرجة أنها ستحول بقايا المادة إلى غاز وتجعلها تحترق. نتيجة لذلك في غضون ثواني سيتحول القمر إلى سحابة من البلازما المتوهجة عالية الحرارة، والتي من شأنها أن تغمر الأرض والنظام الشمسي بأكمله بالضوء والإشعاع المشع. بالوقوف على السطح ومشاهدة كرة النار المتزايدة في السماء المظلمة، يمكننا الاستمتاع بنباح الحيوانات الأليفة ورعب الجيران الذين يحاولون بشدة تذكر قواعد البقاء على قيد الحياة في فترة ما بعد نهاية العالم من أحدث أفلام هوليوود.
ومع ذلك فإن كتلة البلازما لن تكون كبيرة بما يكفي ليكون لها تأثير دائم على سكان الأرض لعقود أو حتى لعام. في غضون أيام أو أسابيع قليلة ستبرد البلازما المحترقة بسبب إشعاعها. في البداية ستتحول ببساطة إلى حالة غازية، ثم تتكثف إلى حالة سائلة منصهرة وتتصلب في النهاية. لذلك ستحصل الأرض على حزام الكويكبات على غرار حزام زحل، والذي سيبقى معنا إلى الأبد كتذكير للأجيال القادمة من قمرنا. لم نعد نرى المد والجزر، ولن يكون البشر قادرين على بناء محطات طاقة المد والجزر أو استخدام جاذبية القمر والتي تحرك كتل المياه لتوليد الكهرباء. ستصبح سماء الليل أكثر قتامة، سوداء تقريبا، لكنها ستنتشر بعدد هائل من النجوم التي لم نتمكن سابقا من ملاحظتها بالعين المجردة. جيلا بعد جيل، عشرات الآلاف من السنين على التوالي، يحلم الناس بشيء خاص بهم. ينظرون إلى القمر في ضوئه الضعيف، وجد مسافر متعب طريقا، واعترف العشاق الصغار بمشاعرهم. على أي حال، من غير المحتمل أن تختفي الحياة بعد تدمير القمر. سؤال آخر هو: كيف ستتغير حضارتنا؟ اكتب في التعليقات ما هو رأيك في هذا، وشكرا على المشاهدة. دمتم في أمان الله.